السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا اليوم درس من دروس دورة CSS3. درس اليوم هو ما في خاصية جديدة، لكن هو بيكون الدرس، يعني تقدر تقول الدرس الأول غير الدرس اللي راح له كان عن الخطوط. بنبدأ بإذن الله بمنهجية جديدة. الدرس حق اليوم عن كيفية جعل المتصفحات متوافقة مع الخصائص الجديدة. جعل المتصفحات متوافقة مع الخصائص الجديدة. طيب، عملنا صفحة HTML واسمها HTML Page وستايل شيت للCSS، بندمجهم مع بعض بالطريقة التالية. طبعا لازم انك تكون عارفها اكيد، اللي هي Link بعدين REL، جميل، ونكتب ستايل شيت، وبعدها نقول له ال H Reference حق اللي هو الرابط. الرابط طبعا بيكون ستايل شيت على طول، لانه في نفس المكان ستايل شيت .css حسب مكانه. هذا الشيء لازم أن تكون عارفه بس عشان ندمجهم مع بعض. طيب، layer css. بإذن الله الدورة هذه بتكون تطبيقية أكثر منها درس، لأن في أحد الأصدقاء قام بعمل دورة أخرى أيضا، وتقريبا الدورة بتكون مميزة، الدورة الخاصة به. لذلك إحنا بنبدأ بالأشياء اللي هو ما شرحها، وبعدين ننطلق إلى التطبيقات المميزة مثل أزرار وعمل موقع كامل بالCSS3. ليش لا؟ يعني ما في مشكلة. لكن الدرس اليوم اللي هو توافق المتصفحات، فبإذن الله الدرس القادم بنشرح البوردر راديوس، وبنحتاج البوردر راديوس خاصية ما هي متوافقة مع المتصفح الانترنت اكسبلور. عشان نجعلها متوافقة مع الانترنت اكسبلور نكتب اللي هي علامة الداش بعدين ms بعدين داش بعدين نكتب الخاصية اللي هي مثلا border. احنا قلنا ناخذ border بعدين slash radius هذه الخاصية، ونكمل. إذا كان المتصفح اللي هو موزيلا فايرفوكس، الـ MS هذه نخليها موز MOZ، هذا إذا كان متصفح فايرفوكس. إذا كان اللي هو كروم أو سفاري نكتب ويب كت، جميل، نكتب ويب كت. وإذا كان أوبرا تكتب بس حرف الأو، عشان تعرف توافق الخاصية مع المتصفحات تبحث في جوجل، تروح لجوجل وتكتب CSS3 test. هذا موقع، بعد ما تدخل الموقع، أنا داخل من أول، هذا هو، لاحظ جاب لك توافق الجوجل كروم اللي أنا داخله مع الـ CSS 60%، ويجيب لك الأشياء المتوافقة. الأشياء اللي بلونها أحمر ما هي متوافقة، جميل، وإذا داخل من فايرفوكس بيجيب لك النسبة، وهكذا. طبعا تقريبا فايرفوكس أفضلهم، جميل. فقلنا الأو للأوبرا والويبكت للجوجل كروم والسفاري والموز للموزيلا، فايرفوكس، واللي هو الام اس للمايكروسوفت انترنت اكسبلور. جميل، إلى هنا يكون انتهى درسنا، واستنونا بإذن الله في الدرس القادم اللي هو بيكون نازل مع هذا الدرس. بنزل 4 حلقات بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.